يعني في شوارع غريبة في العالم، يعني بتمنى دايما انه نشوف هاي الاشياء الغريبة حول العالم. ومشاهدينا للأدب والكتابة أكيد محطة في مشوارنا الصباحي، واليوم ضيفتنا مميزة الكاتبة نور القاسم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكي. يعني كان في إلنا استضافة قبل هيك نور، أكيد. هلأ في تطورات كثيرة لإلك إن شاء الله. بدنا نحكي عن، طبعا كان كتابك الأول هو أضيئيني يا عتمة. بعد كتاب أضيئيني يا عتمة شو كان؟ إجا رماد بن حنين. نعم. وطبعا وعملنا حفل توقيع والحمد لله كان ناجح. طيب هلا دائما كتاباتك هيك فيهم، ما بعرف، بحس انه زي نصيحه او زي فكره معينه انت بتحاولي توصليها للقارئ، من وين بتستوحي هاي الكتابات؟ هي باسمها شذرات، وهي دائما قريبه للحكمه. فما بعرف، يمكن الكل بيحكي انها هي طريقه صعبه في الكتابه، بس انا بقرا كثير عن موضوع الشذرات فبصير اطلع وبكتب. طيب بدنا نسمع شيء قبل ما نبلش اللقاء. مزبوط. شذرات؟ نعم. اوكي. من كتاب رماد بن حنين. اللهم صل محمد. يعني احنا بدنا نسمع شيء من الكتاب الجديد. من الكتاب الجديد لانه في اثنين جايين على عم بتحضري الاثنين. طيب. لا تصدق ان كل شيء حقيقي بمجرد انه اتى من شخص تحبه او تحترمه. هي اول وحده. نعم. إن من لا يثق بك لن يفهم ما تقول. يعني دائما لازم في ثقة بيننا وبين اللي عم بيسمعنا؟ يعني أكيد. أها. طيب عم تكتبي، قرأت لك على الفيسبوك يعني هيك قبل يومين ثلاثة، إنه عم تكتبي عن المستقبل، عم تتساءلي شو المستقبل لإلك، فأنت شو محضرة لمستقبلك أو شو بتخلي أو شو بتحسي إنه مخبالك المستقبل لإلك؟ هلا هذا الشيء بيعتمد على قراءتي. كل ما بقرا اكثر كل ما بصير في نضج اكثر. رح اعمل هلا روايه، طبعا هاي اول روايه وبالنسبه لي صعبه لانه فخايفه انه تفشل تنجح، الله اعلم. وكثير هاي بالنسبه لي روايه مهمه، يعني لانه فيها احداث هيك حقيقيه وهيك وناس وقصص، فبرسم لها يعني. وان شاء الله بس اتخرج احتمال اني اكمل وان شاء الله خير. طيب بدي اسال شو بتدرسي، بس قبل هيك انه عم بتقولي انه في اشياء حقيقيه رح تكون في الروايه الجديده. اكيد. حقيقيه من وين؟ يعني من واقعك او من الناس اللي عم بتتعاملي معاهم، من الحياه اللي انت عم بتعيشيها؟ هي من الناس اللي بتعامل معاهم بس بطريقه غريبه، يعني هي طريقه الحبكه او السرد. انه ممكن انا اجي اقول لك في طالب عندنا بالجامعه مثلا اغمى عليه، فانت بتقولي يلا الله يعينه. تقول لك والله في طالب اجى بده يشوف الدكتوره راح وقع، فالناس يضحكوا عليه، بعدين فجاه اجى بده يمسحوه ما صحيش، فانت بتصير تقولي يا اما اغمى عليه يا اما مات. فهي الطريقه، فقصص غريبه يعني حسيتها، فلا لازم تزبط. طيب ايش تدرسي نور؟ انا بدرس اداره اعمال. طب اداره اعمال بعيده عن الادب؟ دائما كل شيء هلا الادب هي المفروض انه يكون يعني إشي زي الهواء والمي بالنسبة لنا، القراءة والكتابة، فعادي فالكل يعني بيحكي لي هيك. الأدب ما بنقدر نتعلمه بس بنقدر نعيشه، بنقدر إحنا كيف بنستوعب كيف بنقرأ كيف، هذا هو بغذينا أكثر. هو طبعا الأدب. أكيد. نعم أكيد. في معنا فيديو رح نشوفه إحنا المشاهدين، نرجع نكمل معك نور. خليكم معنا مشاهدينا بعد هالفيديو. توهمت أنني سأفرح حين أكبر وأنني لن أمس روحي بأذى، وكأنني وضعت طفولتي أمانة في عنقي. رغبت بحياة صافية، سعادة المجانين، فرحا يستقر في قلبي عمرا بأكمله، ورغبة في الجري دون توقف، أن أقطف نجوم الليل لألون أحلامي فيها. لكن تلك البصمة الجميلة سرقت مني، وتلك الهموم ليست مناسبة لسني.
فكيف لحياة تستودع الحزن في قلبي وتمضي مطمئنة؟ يعني بعد ما تابعنا هالفيديو لنور جاني سؤالين انا يعني مش على الهواء كنت سالت اياهم فما بعرف ما جاوبتني قالت لي على الهواء بدها تجاوبني. في عندك هموم؟ هلا احنا بنحس بالهم اكثر من الفرح، بنمتص الاحزان اكثر من الفرح. يعني لما بنستقبل حدا بنفرح فيه يمكن شوي وننبسط معه يوم يومين، بس لما بيروح ممكن نزعل شهر، فامتصاص الحزن بيكون اقوى من السعاده. طب احنا احيانا اذا احنا بنكون متفائلين وبدنا يعني نكون مبسوطين بالعكس بنحول يعني التعاسه لسعاده. أكيد. يعني مش كل الاشخاص انه مثلا بضلوا زعلانين على الشخص شهر كامل. فهي طبيعه الانسان، هي مش انه الاجواء اللي حوالينا هي اللي بتخلينا مهمومين او زعلانين، صح؟ وانا يعني ككاتبه بمتص الحزن اكثر. بتحسي بالحزن اكثر؟ اه. عشتي طفولتك؟ يعني عادي، انا عشت طفولتي بقرا، يعني يعني كانت امي عشان ما اشغبش انه تجيب لي قصص كثير. ف قد ايه كان عمرك وانت بتقرأي؟ يعني من تقريبا اول ما تعلمت القراءه والكتابه، يعني بدك تحكي من صف ثاني تقريبا وانا بقرا كثير قصص. هاي لونها اخضر هيك. طيب هلا انا كثير قابلت كتاب وشعراء وادباء، بس وباعمار اصغر من عمرك، كل واحد كان انه حسب عمره، يعني انه مثلا 22 تعطيها 22، 18 18. انت عم بحسك اكبر من عمرك، ليه؟ هلا بعرف شكلك بقول لي يعني هذا، يعني بحس انه انا اكبر من عمري او الناس هم بحسوا اني انا اكبر من عمري. يعني بتحاولي انك تختلطي مع الناس كثير، انك بحب اختلط، تدخلي بمشاكلهم اكثر؟ كثير، وبحب اقعد مع الناس الاكبر مني وفي شيء ما بعرفه. يعني كثير ناس بلاقيهم اكبر مني بالعمر كثير وبلاقيهم بيحكوا لي قصصهم. طب حين عن حياتهم احيانا كثير اذا اولادنا مثلا انه حدا اكبر منه لا ما تقعد معه، يعني بنحس انه هذا الشيء مش مناسب لإلك، سواء بافكاره، سواء بطريقه تعامله مع الاخرين، سواء بكلامه مش قده. فانت هذا بتحسيه شيء ايجابي ولا سلبي انه الواحد يتعامل مع الناس اللي اكبر من عمرهم؟ لا، شيء ايجابي. ايجابي من اي ناحيه؟ يعني انا راح استفيد من خبرات الاكبر مني ومن النضج اللي عنده. اما بس بالنسبه للشخص الناضج هو اللي بيقدر يتحكم، انه انا في مواضيع ما بصير اني احكيها قدام شخص صغير وهيك، فهمت علي؟ فهذا الاشي الناضج اللي بيتحكم فيه، بس الايجابيه هي اللي بتغلب. يعني احنا بدنا نحكي انه مش كل الناس سواسيه، ممكن انه الناس يكونوا ناضجين وعارفين شو عم يحكوا قدام هذا الشخص اذا مثلا مناسب عمره او أكيد. لا كمان احنا علينا دور انه انا استوعب الشيء اللي بدي اياه او الشيء اللي بيهمني او الشيء الايجابي وابعد عن الاشياء السلبيه، صح؟ مزبوط. اها، طب بدنا نسمع كمان شيء منك. طيب في اشي انا عملته فيديو طبعا ولقيت عليه اقوال كثير. يعني طب قبل ما تحكي لنا نور، شو رايك ناخذ هالاتصال؟ اوكي، معنا الاستاذ علي يوسف وخصوصي حكى معنا منشان يحكي معك. نور اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الخير، انا هيثم علي يوسف وليس علي يوسف بالبدايه. نعم اهلا وسهلا فيك. اهلا بحضرتك. يعني نعتذر على جداً. كمان انه ذكرت الاسم غلط، بعتذر. الله يخليك. ما اهلا، اول شيء انا يعني سعيد جدا اني عم بشوف زميلتنا نور الشيخ قاسم متالقه على قناه A1 تي في، ويعني انا سعيد جدا انها تكون هذه الشابه المبدعه اللي احنا بنعتبرها جزء من مجلس الوحده الاعلاميه العربيه تتالق يوما بعد يوم يعني في سماء الثقافه والاعلام والشعر والمعرفه، لانه للاسف احنا بنعرف انه نسبه كبيره من شبابنا عم بيروحوا او بحيدوا عن هذا الموضوع الثقافي وكتابه الشعر. يعني نور بصراحه انا شهدت فيها مجروحه، ولكن وجدت انه من الافضل ان ادخل هذه المداخله لحتى نعزز وندعو الشباب جميعا بان يقتادوا بنور الشيخ قاسم. احنا بصراحه في مجلسنا احنا عم نشوف نور مناره ومنبره للعديد من الشباب وقدوه للشباب الاردنيين. اللي بيميز نور انه يعني اطلقت عليها هاي العبارات، ايش اللي بيميز نور حسب الوسط الادبي اللي موجود عندكم؟ نعم، انا بميز نور، احنا لو اطلعنا على كل الشباب عندنا في الوطن العربي وفي الاردن بالتحديد بهذا العمر وبصغر سنها انها عم تصدر كتب
نثرات شعرية أو ما شابه ذلك. يعني أكيد هاي ميزة بحد ذاتها. أنت عم تلاحظي للأسف توجهات شبابنا في الوطن العربي وتوجهاتهم الثقافية. إحنا معنا الآن ثقافة مثل ما إحنا بنحلم فيها كلنا ومثل ما تربينا عليها. نور خلينا نقول حالة مختلفة تماما عن الشباب وعن الطبايا في وطننا. إحنا بصراحة لما قررنا انضمام أصغر مثقفة أو أصغر شاب لتكون معنا في مجلس الوحدة الإعلامية العربية بتأسس من البحرين بأمر من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، ما كان قرار هين. ووجودها معنا أعتقد هو الدعم لها ودعم للعديد من الشباب، وأيضا حتى نعطي فرصة لكل شاب ولكل مبدع بأنه يبدع في عمله الثقافي والإعلامي. يعني أستاذ هيثم، احنا بحاجه او شبابنا بحاجه للعنايه وبحاجه لانه دائما نستوعبهم سواء في الادب او في اي مجالات اخرى. يعني بنتمنى لكم كل التوفيق وبنتمنى دائما انه يكون في اهتمام للشباب، وكل التوفيق لكم مره ثانيه. كل الشكر سيدتي، كل الشكر لكم ولنور، شكرا لكم على هذه المداخله. اهلا وسهلا فيك، شكرا. يعني اكيد نشكرك دائما نور، وحتى الناس يعني حتى كمان استاذ هيثم عم يشكر فيكي. هذا التألق والنجاح اللي حصلت عليه نور، يعني نحكي عنه انه كمان يعني وجود الاشخاص حواليك بانهم يهتموا فيك بانهم يساندوك، برضه هذا بيساعد بالنجاح. اكيد هذا دعم كبير. يعني الاستاذ علي هيثم علي، انا برضه تخربطت كمان لانه احنا بنادي ابو علي. نعم. يعني الحمد لله، لا بساعد الشباب. يعني لما قدمت له الكتاب بالعكس اعطاني اهتمام قرأه. فهمت علي؟ طب هذا الاهتمام بيكون يعني موزع على الشباب يعني كل اللي موجودين عندكم، ولا بس انه مثلا اخذت حظ اكثر؟ يعني هو للكل يعني. وكل واحد يعني زي ما تحكي له ميزته، له الشيء اللي نهتم فيه. فهمت علي؟ زي هيك. نعم، معنا كمان اتصال من علاء. يسعد صباحك يا علاء. صباح الخير لك، صباح الخير لضيفتك نور. اهلا وسهلا فيك. لي مداخله لو سمحت. تفضل. الله يسلمك. هلا عم نحكي عن الثقافه وعم نحكي عن الكتابه، ومفخورين احنا بشبابنا. اكيد لما تكون في عندنا شباب بهذا العمر عم بيكتبوا وعم بيألفوا بغض النظر عن المحتوى بشكله الكبير، اكيد لسه في بدايه العمر، فاكيد رح يكون يعني الموضوع مش بحرفيته مثل لما تكون الخبره مكتسبه. اكيد. لكن انك انت تبادر بالكتابه، وعندنا هاي الشباب وهذا النموذج اللي شايفينه الراقي والرائع واللي انا بقوله صباح الخير، هذا شيء مشرف حقيقه، وبيعطينا قاعد للمستقبل كمان، عم بيعطينا اضاءه كثير جميله. لكن انا سؤالي لنور، قديش مهم انه اللي بكتب يكون على الاقل متصالح مع نفسه ومتصارح مع نفسه وهو بكتب؟ هل نور بتكون متصارحه مع نفسها في الاوقات اللي بتكتب فيها؟ هل لما بتكتب بتكون عم تكتب حقيقه ولا من الخيال؟ وشكرا كثير لك. شكرا لك علاء، واكيد هلا نور رح تجاوبك على سؤالك. هلا هذا بالعكس السؤال هذا كثير حلو بصراحه. نعم. أنا من الناس، أو أنا حسألك أو حسأله أو حسأل الكل، أكيد إحنا لما مننام أحياناً منحلم، فمنصحى متأثرين من الحلم. فممكن نحلم بشخص ونرجع نتصل عليه نطمن عليه، فهذا بيسمى إنه من الخيال، بس أنا تأثرت فيه. نعم. بس أغلب كتاباتي من الحقيقة. وبعضها هيك إنه كانت فعلياً إنه بحلم بإشي، بقوم هيك بخاف من إشي فبروح بكتب، فبكون يعني إشي من الإحساس، وأكيد بكون متصارحة مع نفسي. طيب رح نسمع منك إشي نور تاني. أوكي. هي بعنوان كل عام وعيدك بعيد. نعم. أوكي. كل عام وأنا لا أملك حق مقاربتك، كل عام وأنا أشتاق إليك، كل عام وعيدك بعيد، عيدك الذي أخاف بجبن الاحتفاء به. لن أعايدك، سأكتفي بمعايدة أشيائك، قصيدة كتبتها لك، ذهابي لمكان تحبه ولا أراك فيه، طعامك المفضل، كلمات كتبتها لي على أوراق ترددك، نفحة من عطرك، نفحة من عطرك تنعش سكرات الأيام، كلامك، كلامك الذي يلومونك عليه، تكرار تفاصيلك التي عششت بين الحنين واللهفة، لقائنا الأول، وهذه الكلمات التي حذفتها لتوك.
يعني عم تحكي عن العيد وعم تحكي عن شوية إنه في بعد يعني للأسف، مع إنه العيد هو بيعبر عن الاهتمام والفرحة وإنه نشوف الحبايب نلتم معهم، بعدت شوي عن الواقع يعني وهيك منروح ومنيجي. يعني ممكن إنه كمان للناس اللي مش موجودين معنا أحياناً كمان بنحس بالغربة معهم. أكيد. طيب هلأ أنت عم بتجهزي لكتابين لإلك. طيب تحكي لنا عنهم شوي. هلأ أنا بجهز عن أول إشي بدي يعني اللي بشتغل عليه كتير هي الرواية. نعم. الرواية هي بدائياً يعني حيكون اسمها على حافة عشق. هي رومانسية اجتماعية، بس الجانب الرومانسي طبعاً طاغي، بس هي رومانسية اجتماعية. يعني هلأ في عشق بالرواية الجديدة؟ هي أنا سميتها على حافة عشق لأنه العشق أهم من الحب. فأنا عم ببين الجانب الحلو من العشق، مش الحب إنه الحب اللي صار بلا طعمة. طب هون الكاتب إذا كان عاشق بيكتب أكتر أو بيوصل المعلومة أو الإحساس للقارئ أكتر؟ يعني ولا ما دخل بالإحساس؟ إذا كان بحب أو عاشق. أنا حافظة جملة يعني بالنسبة إلي ككاتبة. نعم. هي مش من كتابتي، ولكن أحب الحب وأكره أن أحب. بتحبي الأجواء الحب بس ما بدك تحبي. طيب بدنا نشوفك باللقاء الجاي يا نور إذا بتحبي ولا لا. إن شاء الله. كلمة أخيرة بتحبي إنك تحكيها بنهاية حوارنا. اللهم صل على سيدنا محمد. أهم شيء أنا بنصح الناس إنه إذا بدكم تمشوا على حياة سعيدة وتحسوا انه بنضج اكبر، فانه تلاقوا تقراوا اكثر، يعني القراءه مفيده اكيد، هي كل شيء في الحياه. صحيح. بتطلعنا على عالم ثاني واكيد بتفيدنا. مزبوط. بشكل كثير صحيح وايجابي. بنشكر تواجدك معنا لليوم لانه بنحكي عن العشق والحب، رح نطلع مع اغنيه كمان احنا وياك. شكرا لك مره ثانيه. شكرا لكم مشاهدينا، رح نطلع مع هالاغنيه ونرجع لنكمل مشوارنا الصباحي، خليكم معنا.